خصائص المرنة Elastic Properties. الخصائص المرنة بالنسبة للرئة: Surfactant، مادة Surfactant and Compliance، والامتثال مادة Surfactant دي أو Surfactant دي موجودة في الرئة. The Elastic Properties of the lungs are caused by Elastic Fibers in the lung tissue. الإلاستيك بروبرتيز أو الخاصية المرنة الموجودة في الرئة سببها إلاستيك فايبرز ألياف مرنة موجودة في أنسجة الرئة. السيرفيس تنشن أو فلويد إن ذا ألفيولاي، التوتر السطحي للسوائل الموجودة في الألفيولاي. This act against inflation of the lung، الأشياء دي بتعمل ضد دخول الهواء الشديد للرئة. For ventilation to occur or to take place، عشان الإنسان يقدر يتنفس، it should overcome these two causes. لازم يتغلب على الاثنين دي، لازم يتغلب على الإلاستيك فايبرز والسيرفيس تنشن بتاع الفلويد الموجود في الألفيولاي. However the two causes are affected by many factors، لكن هما الحاجتين دي بتأثر بعدة عوامل. طيب أول حاجة عندنا لابلاس. لابلاس ده عالم رياضيات. قانون لابلاس ده بيتكلم عن التوتر السطحي وضغط الغازات اللي بتمنع الكولابس. الكولابس اللي هو الانهيار، انهيار الوصيبات الهوية على بعضها. قانون لابلاس او لابلاس لو بيساوي شنو؟ قال الغاز بريشر بيساوي 2 ضرب السيرفيس تنشن مقسوم على الرياديوس، يعني الضغط بتاع الغاز اللي هو بيساوي 2 في التوتر السطحي على القطر بتاع الألفي.
من الغرامات على بلاستية نعرف انه التأثير بتاع السيرفاكتن ده اكثر حيكون وين؟ في السمول الفيولاي. ليه في السمول الفيولاي؟ لان القطر بتاع الراديوس بتاعها بيكون صغير، عشان كده الضغط عليها بيكون شديد، لان الغرام بيقول انه الضغط ده بيساوي 2 في التوتر السطحي مقسوم على القطر، فلما هو قطرها صغير فيبقى الضغط حيكون عليها عالي، وده بيؤدي الى تندنسي تو كولابس، بيكون عند القابليه لانها تنهار انهيار او انها تندقت، قابليه على الانهيار الكولابس، قابليه للانهيار، هذا حسب قانون لابلاس. لابلاس لو عالم الرياضيات. في قانون لابلاس البي هي البريشر انسايد ذا الفيولوس اللي هي ديسندنج بريشر، التي هي التنشن، والار والراديوس اوف ان الفيولوس. طيب this indicates that the smaller the radius the higher the descending pressure, need to keep it beaten. طيب معنى كده انه كل ما كان القطر صغير كل ما كان الضغط اللي محتاج اخليها مفتوحة يكون اعلى. The higher the descending pressure needed to keep it beaten. Production of surfactant start late in pregnancy. انتاج المادة السرفاكتان دي يبدأ ينتاجها متأخر في الحمل. After 32 weeks of age. 32 weeks of pregnancy. يبدأ ينتاج مادة السرفاكتان دي في نهاية الحمل بعد الأسبوع 32. Therefore it is deficient in preterm babies. لهذا تكون ناقصة في الأطفال اللي مولدين قبل المواعيد. This babies develop cyanosis. أطفال دي اللي بيكون عندهم cyanosis. cyanosis يعني إيش؟ زرقاق. زرقاق يعني نتيجة نقص الأكسجين. اسمه cyanosis. Difficulty in breathing. صعوبة في التنفس. At birth. يعني الطفل لما يكون مولود ما يقدر يتنفس كويس. A serious condition known as infant respiratory distress syndrome. وهي حالة خطيرة اسمها infant respiratory distress syndrome، متلازمة فالأطفال دي بيولدوا بما يسمى متلازمة الدائرة التنفسية، متلازمة الدائرة التنفسية للأطفال infant respiratory distress syndrome، أو اسمها الثاني hyaline membrane disease، اللي هي بيكون صفتها شنو characterized by collapse inhiar of alveoli، انهيار الألفيولاي، A retention of fluid in the interstitium and alveoli. تكون في سوائل موجودة في الانترستيتيوم وفي في الالفيولاي. Retention of fluid. احتباس الماء السوائل. احتباس السوائل الموجود في الالفيولاي. occurs بيحصل because surfactant is needed for maturation of epithelial sodium channel. لانه السيرفاكتن ده محتاجينه عشان يخلي الابسيلا صوديوم شانل، صوديوم قنوات الصوديوم دي تصبح ناضجه، لان هي مسؤوله responsible for the absorption of sodium and water from the alveolar after birth. القنوات الصوديوم دي او الصوديوم شانلز دي هي المسؤوله انها تمتص الصوديوم والمويه من الالفيولار الالفيولاي بعد الولاده. لما تكون هي ما ناضجة failure of maturation بتاعت الصوديوم channel دي due to deficiency of surfactant بيؤدي إلى fluid retention، بتكون في سوائل موجودة في داخل الرئة. التريتمنت بتاع الانفانت respiratory distress syndrome عشان أعالج المتلازمة التنفسية الشديدة دي بالنسبة للأطفال require in addition to high oxygen supply، نحتاجه كمية من الأكسجين and fluid balance، ويكون في توازن في السوائل في جسمه. Inhalation of phospholipid or synthetic surfactant، يعني أديه مادة السرفاكتن دي. أنا قلت مادة السرفاكتن دي عبارة عن phospholipid، صح؟ مش قلنا هي عبارة عن phospholipid بتنتج طيب 2 alveolar cells، فأنا أعطيه مادة زيها مصنعة. Surfactant production is increased by glucocorticoids. That is why pregnant women who develop premature labor contractures are given injection of hydrocortisone to increase its production.
ماده السرفاكتن دي ايش اللي بيحصل عاده؟ لو جات واحده ست مثلا للولاده، لو جات بريجننت ليدي حامل وكان مش مكمله 9 شهور، كان لها مثلا 7 شهور في الحمل او اقل من 32 ويك، يحطوها ابر بتاعت كورتيزون كلوكوكورتوكويد. عادة بيحطوا دكساميثازون كلوكوكورتوكويد ليه؟ عشان هي بتساعد الابر دي انه تحفز انتاج السيرفاكتنت، تحفز انتاج السيرفاكتنت. طيب ايش اللي بغل طيب سيرفاكتنت برودكشن از ديكريز باي، في اشياء تقلل انتاج السيرفاكتنت، ايش هي؟ اول حاجه قال الاوكلوجن اوف ذا بلمونري ارتري، لو كان في انسداد في البلمونري ارتري، اوكلوجن اوف ذا بلمونري ارتري، الشريان بتاع الرئوي بيكون مقفول، او اوكلوجن اوف ذا مين برونكس او القصبة الهوائيه الرئيسيه بتكون مقفوله، او كرونيك انهاليشن اوف 100% اوكسجين، او انه الطفل يحطوه اكسجين 100%، عشان كده ما مفضل انه الطفل حديث الولاده نحطيه كميه عاليه من الاكسجين. سيجاريت سموكينج كمان بالتدخين، اذا كانت الام مدخنه كمان ده بيقلل ماده السيرفاكتنت. طيب نتكلم عن اللانج كومبلاينس، لانج كومبلاينس اللي هي اللانج كومبلاينس هي امتثال الرئه. Compliance is defined as change in volume per unit change in pressure. يعني شنو امتثال؟ يعني compliance زي انها تمتس، يعني اذا زاد الضغط تزيد، اذا نقص الضغط تقل. Non-compliance is described as a distensibility or stretching of the lungs. I.e. the capacity of the lungs to expand or stretch. يعني غابلية، يعرف بقابلية الرئة، لانكم ليس يعرف بقابلية كباسيتي تحت اللانك إنها تتمدد، قدرتها على إنها تتمدد، دي الكومبلاينس بتاع الرئة اللانك كومبلاينس. طيب الكومبلاينس بتختلف عن المرونة الإلاستيسيتي which is resistant to that stretch. المرونة هي عكس الامتثال، عكسها بالضبط. الكومبلاينس بيساوي 1 على الإلاستيسيتي، يعني عكسها. إذا كانت الإلاستيسيتي المرونة، لو كان الكومبلاينس 5 مثلا، حتكون الإلاستيسيتي 5 1/5. الكومبلاينس بيكون أعلى من الإلاستيسيتي. زي فور ون إلاستيسيتي ديكريست، كل ما كانت الإلاستيسيتي قليلة كل ما بزيد الكومبلاينس، تناسب عكسي. لما تزيد الكومبلاينس، لما تزيد الإلاستيسيتي الكومبلاينس بيقل، والعكس صحيح، لو قلت الإلاستيسيتي الكومبلاينس بيزيد. It is measured in term of change in volume per unit change in pressure. تغير الحجم حسب تغير الضغط. الكومبلاينس بيساوي تغير الحجم على تغير الضغط. Here a pressure volume curve is used for its measurement. For example, the relaxation pressure curve في الحركات الطبيعية. طيب نلاحظ في الكيرف انه ريلاكسيشن بريشر بيساوي 0، ريلاكسيشن بريشر ايكوال 0. احنا الان في بيج 293، ريلاكسيشن بريشر ايكوال 0 ات ذا اند اوف كويت اكسبيريشن، في نهايه الاكسبيريشن اللي هو الزفير، في نهايه الزفير الاكسبيريشن بيكون الريلاكسيشن بريشر ايكوال وات؟ ايكوال 0. I.E. when the lung volume equal the functional residual capacity، لما خلاص يعني الفوليوم بتاع اللانج فوليوم حجم الرئة بيكون بس بيساوي الحجم الهواء المتبقي الطبيعي functional residual capacity. The point of equilibrium between the inward recoil
of the lung and the outward recoil of the chest، اللي هي دي المنطقة اللي بيكون فيها توازن بين الدخلة الريكويل اللي هو التدخل تحت الرئة للداخل وخروجها، بيكون في حالة توازن، لا هي داخلة ولا هي خارج، لا inward لا outward recoil of the lungs، ما في تمدد في الرئة، بتكون في حجمها الطبيعي. واحد بيكون في حالة استراحة، بيكون في حالة الاستراحة دي بيكون relaxation pressure equal zero. the الاسلوب الانحناء بتاع الكيرف دي بيساوي الكومبلاينس، الكومبلاينس اللي هي اللي هو كنا شنو الامتثال. however it differ in different، وهي دي تختلف in different lung volumes، من حجم بتاع الرئة للتانية. for this reason the term specific lung compliance، عشان كده جابوا مصطلح بتاع اللي هي الكومبلاينس المحددة أو المعينة لكل رئة، specific lung compliance is sometimes used، بيستعمل المصطلح ده، it equal the value of the lung compliance divided by the lung volume. lung compliance أو specific lung compliance الامتثال بتاع الرئة بيساوي lung compliance مطوعية الرئة على حجم الرئة lung volume. كل ما زاد lung volume كل ما قل ال specific compliance. the compliance obtained in this way is known as static lung compliance. الكومبلاينس اللي بنطلعه من الاكويجن دي من المعادله دي اسمه الاستاتيك، في حالتين انها تكون ثابته الثابت. it is important to notice that static lung compliance، مهم جدا ان نلاحظ انه الاستاتيك lung compliance during inflation، التمدد الثابت او الامتثال الثابت للرئه في اثناء الانفليشن، الانفليشن يعني اللي هي التوسع بتاعه، is slightly lower than static lung compliance during deflation، يعني في حالة النفخ وحالة إفراغة من النفخ بيكون مختلف قليلا. therefore the relaxation pressure curve during inflation and deflation are not the same. لهذا قال لك عشان كده بيكون في شنو relaxation pressure، الضغط في حالة الارتياح في حالة الانتفاخ وعدم الانتفاخ، الانفليشن والديفليشن are not the same، ما هما نفسهم. this is known as the hysteresis of the lung. hysteresis of the lung أو تخلفية الرئة، يعني بتكون متخلفة شوية أو متراجعة شوية عن بعض، ما بتكون نفسها. مات الhysteresis of the lung اللي هي تراجعية التراجعية بتاعتها، يعني إنه إيه، يعني إنه في حالة الانفليشن الانتفاخ وعدم الانتفاخ ما بكون الضغط بكون واحد. الهستريسيس اوف ذا لانك، هستريسيس اوف ذا لانك يبقى ايش معناها؟ الريلاكسيشن بريشر كيرف ديورينج انفليشن وديفليشن بيكون مختلف. when the change in the lung volume is measured during breathing، لما نحسب الحجم تاع الرئه في اثناء التنفس، the resistance within the airways، المقاومه في الشعب الهوائيه airways affect the value of the compliance، المقاومة بتأثر على الامتثالية أو المطوعية بتاعت الكومبلاينس. here the measured compliance is known as the dynamic lung compliance، ودي بيسموها dynamic lung compliance. dynamic يعني ايه؟ اللي هي تغير الحجم في أثناء التنفس، dynamic في أثناء التنفس، امتثالية الرئة في أثناء التنفس. the compliance of the lung بيساوي 0.2 لتر بير سنتيمتر ووتر، والكومبلاينس بتاعة الكيست 0.2، والكومبلاينس اوف بوست مع بعض 0.1. ليه كومبلاينس كل واحد لوحدها؟ لان الرئة اللي عندها لوحدها وجدار الصدر عنده كومبلاينس او امتثالة مطاوعية لوحدها. المعكوس ديل كلهم واحد على كومبلاينس بتاعة اللانك زائدا الواحد على الكومبلاينس بتاعة الكيست، ديل كلهم like resistant connected in parallel. factors that increase the lung compliance، في عوامل تؤدي إلى زيادة امتثالية الرئة، increase the lung compliance، الإنفيزيما انتفاخ الرئة، الانفيزيما بتخلي الهواء يدخل كتير، بيكون في انتفاخ في الهواء، الهواء كتير بس المشكلة انه ما يطلع،
بالنسبه لي عشان اوكي بيكون كويس شهيق، بس الزفير مشكله، الاكسبيريشن مشكله، ما يطلع الهواء. والاولد ايج نفس الشيء، ليه؟ لانه بيكون في لوس اوف الاستيك فايبرز ان ذا لانج. في الاولد ايج ما بكون عندهم الالياف المطاطيه دي، ما بتكون الالياف اللي بتتمدد ما بتكون موجوده، عشان كده اللانج كومبلاينس الالياف اللي بتقاوم التمدد ما بتكون موجوده، فاللانج كومبلاينس في الاولد ايج بيزيد. فاكتورز ذات تكريز اللانج كومبلاينس، العوامل اللي بتقلل اللانج كومبلاينس او انتصاليه الرئه. اللانج فايبروزيس تليف في الرئه. طيب الكومبلاينس بتختلف عن المرونه الالاستيسيتي which is resistant to that stretch. المرونه هي عكس الامتثال، عكسها بالضبط. الكومبلاينس بيساوي واحد على الالاستيسيتي، يعني عكسها. اذا كانت الالاستيسيتي المرونه، لو كان الكومبلاينس 5 مثلا، حتكون الالاستيسيتي